بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية للعملي، الجزء العملي لمادة الرسم 2، والتي سنتناول فيها بعض الأمثلة على برنامج سوليد ووركس. استنادا على ما أخذناه الأسبوع الماضي من أساسيات برنامج السوليد ووركس وأساسيات التصميم والرسم على برنامج سوليد ووركس، نبدأ اليوم في تطبيق مثال يعني على تجميع حقيقي لبعض القطع الميكانيكية. القطعة الأولى اللي راح نرسمها هي إيش؟ هي الرولر. أوكي؟ راح نرسم أساس الرسم على سوليد ووركس هو رسم ثلاثي الأبعاد، ثم بعد ذلك نمر إلى الدراونج على الـ 2D بهذا الشكل. نبدأ هنا على برنامج سوليد ووركس، طبعا نفتح نيو ونبدأ ببارت الأسمبلي، والدراونج تيجي في مرحلة ثانية. نفتح نيو بارت، فتح معانا نيو بارت. نرجع للقطعة اللي راح نرسمها، وخلينا ندرس من أي نقطة راح نبدأ، نقطة البداية. وطبعا نقطة البداية هذه مهمة جدا، لأنها يعني ممكن لو اخترت نقطة بداية أو المنطلق يكون صحيح، يكون كويس، فممكن أنك تكسب في الوقت الشيء الكثير. بداية نلاحظ أن شكل الرولر معانا هو شكل متناظر وشكل شبيه بشكل سيلندر. ومع السكشن هذه اللي معانا من الممكن أنه نلاحظ إيش؟ هذه القطعة لازم تبنى بطريقة الريفوليوشن، بطريقة الريفوليوشن. فيكفي أنك ترسم النصف الأسفل هذا أو النصف الأعلى، ثم بطريقة الريفوليوشن نتحصل على ما ترونه هنا من رسمة 3D. حتى نبدأ الرسم زي ما اتفقنا أنه لا بد من تحديد مسطح نشتغل عليه السكتش. فخلينا مثلا نختار فرونت بلين، وأرجو أن تتابعوني نفس الخطوات عشان تيجي معاكم نفس النتيجة. فرونت بلين، فرونت بلين، ونروح على فيو اورينتيشن، نعطيها نورمال 2. نورمال 2 يجي الفرونت بلين مقابل على الشاشة مباشرة. خلينا نرجع على الرسم. راح نرسم مثلا الجزء العلوي هذا، راح نرسم الجزء العلوي هذا اللي هو فوق ايش؟ فوق المحور، من المحور فما فوق. ما عدا الخطوط هذه المرئية راح نرسم بس حدود التهشير، لأنه هذه هي المادة فعليا، ثم نعمل ريزوليوشن. يلا تابعوني في الخطوات. أول شيء بعد ما نحدد البلين نروح نعمل سيف أس، نروح نعمل سيف أس في المشروع نفسه، تحدد المكان، اختار لك مكان وين تبغى التسجيل. خلي نسميها بارت 1، اختار لك اي مكان وسميها بارت 1. طلعت معاك اسم الفايل هنا فوق في الوسط بارت 1. اوكي، نرجع على الرسمة ونشوف. طبعا المقاسات كلها معانا. طيب نرسم أول خطوة إيش؟ خلينا نرسم خط المحور. طيب خط المحور نيجي على سكتش ونختار في اللاين، نختار المحور. طبعا يمديك ترسم سنتر لاين، يمديك ترسم لاين كله. فخلينا لو فرضنا جدلا نرسم سنتر لاين. أوكي، نرسم سنتر لاين يمر من ال، شايف؟ بس يكفي إنك تقترب من الأوريجين بيشبك معه السناب أوبشن. تمام، فخلينا نرسم هذا المحور مثلا. اوكي، نعطيه اوكي، نعطيه اوكي. اوكي طيب، وبعدين راح نرسم الخطوط هذه كلها. طبعا هو شكل متناظر، راح نعمل ايش؟ من المحور الى هنا معانا، خلينا نكبرها شويه، من المحور طبعا سنعتمد على ايش؟ على رسمة سكشن، سكشن اي اي سايد فيو.
طبعا معانا هنا هذا الخط طوله كم؟ الخط هذا كله من هنا إلى النقطة هذه كم؟ طبعا تبع هذا تبع القطر إيش؟ تبع قطر 30، هذا الخط العمودي. طيب في عندنا خط أفقي هنا هو تبع إيش؟ تبع القطر 24. طيب عرضه كم؟ تبع القطر 24، عرضه 40، تمام؟ عرضه 40. خلينا نرسم الخط الأفقي أول. نيجي نرسم الخط الأفقي، سكتش لاين، ترسم خط أي مكان غير مرتبط بأي شيء، قل له أوكي. ثم نروح لسمارت دايمنشن، نعطيه كم هو؟ 40، نعطيه 40، نقول أوكي. طيب كم يبعد عن المحور؟ يبعد نص 30، يعني خمس نص 24، يعني 12. تمام، شايفين هنا يبعد نص 24 يعني 12. اوكي، خلي الاوريجين نجيبها في الوسط، نبغى الاوريجين نجيبها في الوسط، فنعطيها كم من الاوريجين الى هذه النقطة، من الاوريجين الى هذه النقطة خلينا نعطيها 20، ورسمنا هذا الخط، خلاص انتهى الموضوع بالنسبة للخط هذا. اوكي، خلينا ننزلها هذه شوية تحت، رسمنا الخط الاول الافقي هذا. طيب شو راح نرسم ثاني؟ راح نرسم الخط العمودي اللي من هنا والخط العمودي اللي من هنا، كم طوله؟ نص 30، 15. يلا نيجي هنا، طبعا سيف، ثم نفعل الخط وتجيب خط على المحور يرتفع إلى هنا، ثم خط من المحور ويرتفع إلى هنا. أوكي أوكي، ونعطيهم مقاسات، هذا مقاسه كم؟ 15، وهذا مقاسه كم؟ 15. ممتاز، سيف، نرجع هنا. طيب خلينا هلا نرسم، هل بيمدينا نرسم الخط المائل هذا؟ طبعا يمديك، لكن تبغى نقطة، أنت معاك نقطة ال 15 هذه، لكن ما معك النقطة الثانية هذه، غير ما رسمتها. صح انت تعرف مكانها، هي على بعد نص الأربعين يعني 20، لكن ما تعرف مكانها. فانت لو رسمت الخطوط العمودية هذه وهذه فيمديك ترسمها مباشرة. خلينا اذا نرسم ايش؟ نرسم الخط العمودي الصغير والخط العمودي الصغير هذا. يلا نرجع، الخط العمودي الصغير هذا اللي على اليسار وعلى اليمين يبعد 20 عن المحور من هنا، ويبعد وطوله يعني من الأربعين إلى 66، طبعا على 2، يعني من 20 إلى 33، نص 66، يعني من يعني 13 ملي متر طوله وارتفاعه 13 ملي متر. طيب مكانه فين؟ مكانه عندنا أن السمك، هذا السمك 8 ملي متر، يعني يبعد عن المحور على الأوريجين 4 ملي متر من هنا و 4 ملي متر من هنا. يلا تابع الخطوات، راح نرسم خط عمودي هنا، كله اوكي، ونحدد المقاسات. اول شيء طوله 13 ملم، ثاني شيء يبعد عن الاوريجين 4 ملم، ثالث شيء يبعد من المحور ارتفاعه من المحور 20، يبعد من المحور هنا شايفين 40، يعني نص 40 20، طوله 13 لأنه من 20 إلى 33 نص 66. ثالث شيء من الأوريجين يبعد 4 يمين و 4 يسار نص 8، فإحنا رسمناها هلا خلاص. أوكي، طيب يمدينا نرسم الخط الثاني بنفس الطريقة أو بطريقة التناظر، يعني نرسم سنتر لاين على المحور كده. أوكي، ثم نعمل اسكيب، ثم نجي نعمل ايش؟ ميرور انتيتيز، انتيتيز تو ميرور هو الخط هذا، ميرور اباوت هو الخط هذا، ونقول اوكي. طلعت معانا مباشرة الخط الثاني، نروح نسيف، ثم بعد ذلك راح نرسم الخطوط المائلة هذه. يكفي انك تربط بين النقطتين،
نجيب الخط هذا، نربط بين النقطة هذه والنقطة هذه، نربط بين النقطة هذه والنقطة هذه، ونعمل أوكي، تك أخضر مرتين، خلاص رسمناها. طيب سيف، طبعا هنا لم يبقى إلا القليل، الجزء اللي فوق. الخطوط المائلة بنفس الطريقة لا يمكن نرسمها، فايش راح نسوي؟ راح نرسم الخط الأفقي هذا اللي يبعد كم؟ الخط الأفقي هذا هو خط الدائرة الخارجية اللي هو هنا على الرسمة الثانية قطر 76، يعني يبعد من المحور كم الراديوس؟ 76 على 2 يعني كم؟ 38. نيجي هنا نرسم خط كذا مستقيم، يبعد كم من المحور؟ يبعد 38. طيب كم مقاسه؟ مقاسه كم؟ مقاسه 26. نيجي هنا على مقاسه 26. طيب عشان يكون في الوسط لازم يكون من هنا إلى الأوريجين، من هنا إلى الأوريجين نص 26 اللي هي 13. طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا الخط الصغير العمودي، خلينا نشوف، شوفوكم هنا معانا هذا الخط الصغير هنا والخط الصغير هنا، كم هذا الخط الصغير؟ الخط الصغير اللي معانا هنا مقاسه كم؟ خلينا نرجع إلى هنا ونشوف، هو الفرق بين 76 والسبعين، شايف القطر اللي هنا عند هذه النقطة 70 مليمتر، الفرق بين 60 والسبعين مليمتر 6 مليمتر، 6 مليمتر على القطر فيجي على الراديوس 3 مليمتر، يعني هذا الخط ينزل 3 مليمتر. نرجع إلى هنا ونرسم خط ينزل هنا، اوكي اسكيب، بطول كم؟ طول 3 مليمتر. يمديك ترسم هنا بنفس الطريقة أو تعمل إيش؟ ميرور لهذا الخط عن طريق إيش؟ عن طريق هذا المحور، نقول له أوكي. خلينا نعيدها، ميرور لهذا الخط، أباط محور، ليش نسميه على كده؟ Overdefined item conflict. طيب خلينا Ctrl Z، خلينا نرسمه مباشرة من هنا إلى هنا ونعطيه مقاس 3 مليمتر. باقي ايش؟ نربط الخط هذا بالنقطة هذه والنقطة هذه بالنقطة هذه. اوكي، راح نرسم الخطوط المائلة من فوق. يلا نجيب الخط هذا نشبكه هنا، نجيب الخط هذا نشبكه هنا، وكده نكون تقريبا انتهينا. طيب ايش راح نسوي؟ راح نزيل الخط العمودي هذا وهذا، بمعنى راح نعمل نسجل الأول، بعدين راح نعمل ايش؟ القطع مقص، راح نقطع هذه وراح نقطع هذه، نقول له نعم يس اوكي ونسجل. هنا رسمنا الشكل اللي راح نعمل عليه الريفوليوشن، هذا الشكل اللي راح نعمل عليه الريفوليوشن. ايش هي الريفوليوشن؟ طيب في شغلة هنا، ايش هذا؟ هذا خط زايد، خلينا نشيله. طبعا لازم يكون الكنتور يكون مقفل، ما في فضاء بين الخطوط. اوكي، نعمل سيف ونطلع على فيتشرز، نطلع على فيتشرز.
طبعا هنا احنا رسمنا هذا الجزء بس من المادة، وراح نعمل ريفوليوشن، يعني راح ندوره 360 درجة. اي فانكشن راح نستعمل؟ راح نستعمل الامر على فيتشرز ريفولفد بوس بيس، ريفولفد بوس بيس، اضغط عليها ريفولفد بوس بيس. طلب منك الاكسس اوف ريفوليوشن، طلب منك الاكسس اوف ريفوليوشن، نقول له هذا الاكسس اوف ريفوليوشن. اول ما تضغط على الاكسس شوف حصل معك ايش الشكل اللي انت رسمته، عمل دوران 360 درجة. شايف الزاوية المطلوبة هنا 360 درجة، راح نقول له ايش، نقول له اوكي. اوكي، وهكذا انتهينا من رسمة الايش، راح نسيف. طبعا كده انتهينا من رسمة الايش، انتهينا من رسمة الرولر، انتهينا من رسمة الرولر اللي هي البارت 1، سموها الرولر. اوكي.